بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عدنا إلى المنزل، باك تو هوم. حياكم الله معي في قناتي، حيا الله متابعات القديمات وأهلا وسهلا بالمتابعات الجديدات. فيديو اليوم مرة حلو بإذن الله تعالى، راح تستفيدين. أقرب ترمس قهوة ويلا تعالي معي للفيديو. الحين تعالوا معي، خلونا كذا ننطلق إلى ثلاجة النخبة. بنات سكاكا، المقياضة اللي جبتها اليوم من ثلاجة النخبة، شوفوا على أن المحل رخيص بس ترى عامل عروض فوق الرخص، يعني روحوا أشوى اللي رحت للمحل هذا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عروضه رهيبة. هذا الفرع طبعا أكيد العروض بالفرعين، بس هذا الفرع أكبر. شفتوا ثلاجة النخبة اللي جنب جرير؟ بالضبط هذا هو. بتكلم عن نقطة صغنونة يا بنات، اللي عدد عائلتها أكبر، اللي عدد عائلتها أكثر، اللي عدد عائلتها ما تتوافق مع عدد عائلتي، هذا شيء أنا ما لي ذنب فيه. أنا علي أعرض لك مشترياتي بميزانيتي أنا، بالأشياء اللي أنا أجيبها لبيتي. خذي حاجة واحدة واستفيدي منها، افضل منك تركزين على النص الكوب، النص الفاضي من الكوب، تمام؟ ركزي على الجانب المليان افضل. فلو طلعت بفايده واحده من المشتريات الحمد لله، هذه الغايه. بس ممكن تستفيدين من نوع زيتون، تستفيدين من نوع جبنه، تستفيدين من المحل انه رخيص، وتضبطين ميزانيتك على اللي عندك. طبعا انا ابو ساره اعطيني 1000 ريال علشان ميزانيه البيت، قلت لكم سابقا ميزانيه البيت عندي 1000 ريال. تعالوا خلونا ندخل المحل نجيب بعض الاغراض وبعدين نرجع ونتكلم. هنا ماني عارفه وش اخذ الى الحين، قاعده اتذكر البهارات اللي ناقصتني. كمان باخذ زيتون من هنا، برضو زيتون، ما ادري ايش اخذ. برضو بهارات البطاطا نفسي اجربها، انا جربتها مره واحده في الشركه الثانيه كانت حلوه. بجرب هذه، سعرها يا بنات 3 ريالات، باخذ حبه 3 ريالات. شوفوا 3 ريالات، شوف هاكي ماما حطيها. اول حاجه باخذ كاتشب، شوفوا الكاتشب بريال. ابغى اخذ كمان مخلل، هذا احسن مخلل قلت لكم عليه، اسمه سلومي، سعره يا بنات 4 ريالات. باخذ علبه 4 ريالات، شوفوا ألذ مخلل، ممكن تجربونه. خذي ماما، شوف بعد وش اخذ. باخذ زيتون، ما خذيت زيتون، اسعارهم تجنن تجنن، اسعارهم تجنن. شوف ايش تاخذين يا ام شعرية الطبخ بريال، تخيلين بريال. شوفوا ريال 79 هلله. باخذ كيس، كيسين. باخذ كمان مكرونة، تخيلوا مكرونة يوني فود، تخيلين مكرونة يوني فود، هذه عاملين عليها عرض، تاخذين 5 حبات ب95 هلله، 4 حبات. انتم انواع واشكال. رز ملك الارز، تخيلوا من 42، من 63 الى 42. شوفوا هذا هو، صراحة عرض مغري. انا مريت كذا، هذا بدع. شوفوا انا مريت كذا، انا برز مصري لان هذا عندي، احتاج رز مصري بس قاعدة اوريكم يعني الاسعار. شوفوا هنا اول حاجة بوريكم اياها الفاتورة. طبعا يا بنات الفاتورة، طبعا ابو سارة حول المصروف على حسابي الميزانية، فانا صرفت 553 ريال، هذه المقاضي اللي من ثلاجة النخبة، تمام؟ اما الفاتورة الثانية هذه فاتورة الفواكه، لاني الفواكه فقط جبتها من خضار عند بيتي، والفواكه هذه يا بنات كلها عضوية، لان جبتها كلها فواكه عضوية، خلاص؟ فان شاء الله يا رب تطلعين بحاجة مفيدة من الاغراض اللي انزلها. عموما في اشياء اول مرة اجيبها طلعت رائعة، تعالي خليني اوريك اياها. اول حاجه راح ابلش فيها اللي هي البطيخه. طبعا زي ما قلت لكم البطيخه عضويه، انا ماني عارفه كم الاسعار بالضبط لكني ناسيه، بس البطيخ شيء مهم واساسي عندنا في الصيف صراحه، فخذيت بطيخه. اما هذا كرتون البندوره، هذا له قصه. دخلت المحل قلت له بكم كرتون البندوره؟ قال لي ب25. قلت له هذا الصغير؟ قال الصغير هذا ب6، يعتبر نوعا ما غالي وعباره عن كيلو. قلت له طيب وهذا الكبير؟ قال لي الكبير هذا خلاص ما نبغاه، لو نتصرف فيه. قلت ليش؟ قال ما نبغاه. قلت انا اخذه بكم تعطيني اياه؟ قال لي ب15. قلت هاته، شايفين؟ والله يا بنات ولا حبه خربانه،
ولا حبة تخيلين، ولا حبة خربانة إلا يا رب براءة للذمة، حبة تحت بآخر الكرتون. فأنا خذيته بسوي منه صلصة بتشوفونها معي فيديو بكرة بإذن الله تعالى. لكن البندورة يفترض أنها راخصة الحين، بس ماني عارفة، ممكن لأنها عضوية، أتوقع لأنها عضوية سعرها غالي. هذه البندورة اللي معي عضوية يا بنات، تخيلوا خذيت 5 كيلو اللي بالكرتون الصغير ب15 ريال، والكرتون الصغير هذا كان ب6، تمام؟ طيب خذيت الصغير علشان ناكل منه بالثلاجة للسلطات، والكبير أبغى أسبكه وأسوي صلصة. برضو هنا كمان خذيت كرتونة عنب، أنا ناسي بكم، بس شوفوا الأسعار نوعا ما بالفواكه غالية لأنها عضوية، بس ناسي بكم. برضو خذيت هنا كرتونة خوخ، أو إحنا نسميه عين البقر، أنا ماني عارفة وش تسمونه، إحنا نسميه دراق، في ناس يسمونه خوخ، في ناس يسمونه عين البقرة، أنا ماني عارفة. بس هذا اللي يجي مفعوص كذا من النص، عرفتوه، مرة طيب ولذيذ، حنا نقول له دراق، تمام؟ هذه أول الأشياء اللي أنا خذيتها. الحين نجي هنا للأغراض الثانية، خذيت كمان علبة سفن أب، وبرضو كمان خذيت علبة ميرندا فراولة. حلو؟ الأشياء هذه مو مهم تعرفون أسعارها لأنه معروفة يعني بالمحلات. كمان خذيت هنا الدجاج الرائع هذا اللي ما تحت لكم إياه، دجاج سيارة، ممتاز ممتاز ممتاز. أنا عادة أخذ 2 كيلو، بس مع الأسف ما لقيت عندهم 2 كيلو، لقيت عندهم كيلو، فخذيت كيس واحد. شوفوا الكيلو ب33 ريال، الاثنين كيلو تقريبا ب58 57. بس يا بنات مرة ممتاز مرة ممتاز، اسمه سيارة، جربوه حيل حلو. خذيت كمان كيسين صامولي اللي شفتوهم معاي بالمنتدى، الفطاير سويتها فيهم يعني، وبرضو كمان خذيت كمان أكياس. أنا بكرة بتشوفون بإذن الله تعالى الأكياس هذه إيش فايدتها، أنا ما أخذتها علشان نبغى نفرزن أشياء كثيرة لأنه فريزري صراحة فاضي يعني. فبرضو هنا كمان خذيت علب الفول العادية، كانت اللفة تقريبا بخمسة، برضو علب مع أغطيتها. وبرضو خذيت هنا على الجنب، شوفوا خذيت كيك، طبعا ما وريتكم مرة جبنة بوك، عفوا ما وريتكم إياها ورا توي أنتبه. خذيت علبتين من بوك، عاملين عليهم عرض يا بنات ب29 ريال، علبتين من بوك ب29 ريال. برضو خذيت كرتونين كيك من العلالي، برضو عاملين عليه عرض، الكرتون ب8 ريالات. خذيت واحد بالفانيلا الفرنسية، وخذيت واحد بالبرتقال، تمام. برضو خذيت هنا أعواد التحريك الخشبية عشان اللي عندي خلاص قربوا يخلصون، فخذيتها ب6 ريالات، هي بالعادة سعرها 5 بس لقيتها ب6. حلو، شوفوا الأعواد الخشبية هذه مرة مفيدة لتحريك النسكافيه، الكابتشينو، الشاي، تحطينها عند ركن الشاي والقهوة. في نوع يجي من برا مغلف، بس أنا خذيت هذه ما لقيت عندهم إلا النوعية هذه. عموما إذا كان المطبخ نظيف لا تخافين يعني، نفس الوضع عندي يعني خلاص. فقلت لكم سعرها تقريبا يا بنات 6 ريالات. برضو خذيت هنا، خذيت رز بنات مصر او بنات السعودية، خبروني جربتوه ولا لا، اسمه جنات، انا اول مرة اجربه، رز مصري اول مرة اجربه. انا بالعادة اجيب سن وايت، بس بطبيعتي احب اجرب كل شيء جديد. خذيت هذا الكيس، متخيلين تقريبا 5 كيلو ب22 ريال فقط. متأملة في خير، ماني عارفة ليش حاسة انه حلو، انا ما جربته صراحة، بعض المنتجات هنا جربتها بس هذا ما جربته. برضو اجي للقشطة الرائعة هذه، قشطة رؤية، حيل حلوة حيل حلوة، خصوصا بالحلويات يا بنات تفك لك ازمة، علبة تروح وعلبة تجي، سعرها يا بنات 16 ريال كريمية. شفتوا قشطة التمر بالضبط زي قشطة التمر، فيها تكة حلاوة بس بالمرة ممتازة، حلوة يعني سطل ب16. كمان خذيت هنا مانجا، دائما انا اخذها مانجا داري، بالمره حلوه اسوي فيها عصير طبيعي، بالمره ممتازه، سعرها كان 9 ريالات. وكمان خذيت فراوله من لذه، برضو توقعت انها تطلع ما هي زينه بس طلعت ممتازه، تخيلوا الكيس بريالين فقط، الكيس بريالين فقط. بنات سكاكا المحل شوفوه على جنب جرير، تمام. وبرضو خذيت فراوله، بس هذا يشرشر مو فراوله، رمان يشرشر هذا كمان، هذا كان الكيس ب3 ريالات. أبغى أسوي أخلط يعني مع بعض عصير فراولة لهم وعصير رمان، تمام. هذا بريالين والفراولة ب3،
حلو. هنا يا بنات بتكلم شوي على اللحم المفروم. فيكي تجيبين طازج انت حره، وفيكي في بنات ما يبغون يجيبون طازج، ما يقدرون يجيبون طازج. فانت لا تحكمين على الناس الشيء اللي انت تبغينه او اللي تناظرين له بمنظورك انت هذا اصح وهذا افضل وهذا احسن. لا، خلي الناس تعيش حياتها بطريقتها بطبيعتها ببساطتها. ممكن في اسر على خط الفقر ما تقدر تشتري طازج. الناس حره. يعني انا بجيب لحمه اكيد باذن الله تعالى بقطعها معاكم، بس جبتها اوقات صراحه اشتري منها. فاللي حابه تاخذ نوعيه كويسه 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 لا تتعدين شاور مو شاورما لا تتعدين لحم مفروم شماغ. انا قاعده منتج الفيديو الصبح وماني فاطره اشتهيت الشاورما. المهم لا تتعدين لحمة الشماغ بالمرة يا بنات، نظيفة وحلوة، وماما ما تجيب إلا هي أحيانا. مرة مرة حلوة وطعمة صراحة من أفضل أنواع اللحمة. خذيتها عاملين عليها عرض بخمس ريالات، العرض بخمس ريالات وكانت آخر حبة. وبرضو الدجاج المفروم من النخبة برضو يا بنات حلو، برضو خذيته بخمس ريالات عاملين عليها معروض، السعر الأصلي 7. كمان خذيت أندومي، هذا اسمه أندولينا، مدحت لكم إياه قبل. يستوي يا بنات أسرع من الأندومي بس مرة لذيذ ومرة حلو. في من داخل خمس حبات يطلع لكم تقريباً تقريباً سعره بأربع ريالات، بينما الأندومي بثمانية، يعني فرق. نجي الحين هنا على المجموعة الكبيرة هذه اللي قدامي. نبدأ أول شيء خذيت كيس سميد. كيس سميد والعادة يعني علشان أنا من الناس اللي يعني أحب أسوي الحلى في بيتي، فالسميد أحتاجه. برضو خذيت هنا كمان خذيت تورتية أو تورتيلا، مدحت لكم إياه قبل. كيس يا بنات بأربع ريالات في ثمن أرغفة. خذيت بذور الشيا، فيها من داخل بذور الشيا وبذور الكتان بالمرة حلو، فخذيت منها زي ما تشوفون مرة مفيد يعني كمان. وبرضو خذيت هنا هذا علشان سارة، أنا ما أحبه ما أحبه، بس سارة شبتني نشبة ماما إلا أبغاه إلا أبغاه، قلت يلا عاد خذي شو سوي لك. فأنا من الناس اللي ما حبيت الكريمة حقت الشوكولاتة والفراولة اللي من بوك. هنا خذيت من الشركة هذه، إيش اسمها يا ألهام؟ ما هي واضحة، دقيقة خلني أقرأ الشركة. من لذة برضو خذيت كيسين فاصوليا، الكيس الواحد كان تقريبا بثلاث ريالات، المرة اللي فاتت خذيته بريالين، هذه المرة ثلاثة كان عليه عرض. وكمان خذيت هنا بامية، خذيت كيسين أوقات يكون علي أزمة أبطبخ على السريع، جاية من برا أبخلص لقيها مقطعة وقاضي. والنوعية يا بنات مرة حلوة. هذا الكاتشب، كاتشب حياة بريال وخمسة وسبعين هللة، تمام وريتكم يا داخل المحل. كمان هذا ماء الورد، ماء الورد برضو بريال وخمسة وسبعين هللة أو خمسة وعشرين هللة أنا ناسية. برضو الشركة هذه دائما أجيبها حلوة. كمان هنا خذيت طحين، هذا الطحين الوردي سألتوني عليه أم سارة حلو ولا مو حلو؟ ممتاز ممتاز. طبعا هو معروف، خلاص هو معروف مو من أم سارة، لا الشركة هذه معروفة أصلا، فبالمرة حلو سعره كان ريالين. برضو خذيت من هنا، شوفوا خذيت من المراعي علبتين من الجبنة، جملة المراعي خذيت علبتين، كانت الوحدة بأربعة بينما بوك كانت بسبعة. كمان خذيت هنا فاصولية العالمية أسوي فيها حمسة بالتونة، لذيذة تطلع لذيذة. طبعا لو تشوفون أنا مو جايبة 30 علبة، أنا جايبة علبتين، يعني طول الشهر بستخدم علبتين. ترى أنا ما أحب المبالغات، إحنا ما ناكل إلا صحي وإحنا ما ناكل ما أدري إيش، علبتين ترى طول الشهر أغسلهم بالمي وأطبخهم، يعني ما تأثر حتى على الشهر كامل. العلبة يا بنات كانت بريال، ريال 25 هللة. برضو جبت تونة، هذه تونة جودي برضو عاملين عليها عرض، سعرها أصلي 7 ريالات عاملين عليها عرض بأربعة. خذيت علبتين، تمام. يعني شوفوا أنتم شركات ثانية، أنت مخيرة تاخذين اللي يناسبك من عندهم، ما تنجبرين على حاجة واحدة أو حاجة معينة أو حاجة محددة. برضو خذيت هنا من المراعي جبنة، جبنة مثلثات برضو كانوا عاملين عليها عرض يا بنات، تقريبا كانت بستة، طبقتين هي العلبة، طبقتين كبيرة دبل. كمان فلفل أسود خذيتها كمان بست ريالات، وهذا المخلل اللي مدحت لكم إياه اللي من سلومي برضو يا بنات بأربع ريالات. أنتم بعض الأسعار شفتوها معي داخل الشراء، يعني وأنا أشتري شفتوا الأسعار، مرة ممتازة ولذيذة وحلوة وما أجيب إلا هي. هنا خذيت تتبيلتين، شوفوا اللي على اليمين هذه تتبيلة البطاطا، أنا أول مرة أجربها بثلاث ريالات، الكيس هذا بثلاث ريالات. عموما التتبيلات هذه تطول ما تخلص، لأنك ترشين رشة بسيطة على البطاطا. وهذه النوعية كمان من كنور، خذيت كريمة بالجبنة علشان أسوي لهم فيها شوربة، تمام. بس كذا الحين أجي هنا من اليسار، عندي هنا ماجي إسناد
مرة يا بنات حلو، مرة حلو. طبعا أصدرت هيئة الغذاء والدواء إنه الماجي ما عليه أي أضرار، تمام؟ واللي ما تبغى تستخدم الماجي، واللي تشوف الماجي مضر لا تستخدمينه. خلاص كل مرة نفس التعليقات تتكرر. المهم شوفوا هذا كان الباقي من ماجي إسناد، بس كان اللي عندي كان بالدجاج، هذا توقع بالخضار. وهذه الجبنة اللي قلت لكم عليها، طبعا الماجي بنات بست ريالات، وهذه الجبنة اللي قلت لكم لا تفوتكم لا تفوتكم لا تفوتكم، حرفيا ألذ جبنة حلوم ممكن تاكلونها، منشأ الصنع بلغاريا، لا تفوتكم، خيالية. سعرها بس يا بنات 6 ريالات، أنا كان عندي واحدة بالفلفل وجبت هذه زيادة برضو، في كمان مو بالزعتر، في كمان بالبهارات نفس النوعية، بس اللي جربتها على مدح أم سارونة تكتب تحت بالتعليقات، لأني أنا أفرح بحيل لما تجربون حاجة أنا جبتها وتقولوا لي يا أم سارة طلعت ممتازة. وريتكم المرة اللي فاتت البنت اللي قالت يا أم سارة الميزانية مرة فرقت معي ومع زوجي. هنا هذا أول مرة أجيبه، أنا جربته طبعا خطير، أول مرة أجيبه بس جربته يعني بعد ما فكيت العلبة، لأني فيديو بكرة كله تفريزات وهذا من ضمنهم. يا بنات خرافي خرافي خرافي، العلبة هذه عبارة عن 2.5 كيلو، تخيلوا ب20 ريال فقط فقط فقط، منشأ الصنع أسبانيا، خيالي خيالي خيالي، لا يفوتكم. هذا من الأشياء الجديدة اللي انضمت معاي للمشتريات المفضلة من النخبة بالمرة يا بنات حلو، تخيلوا ب20 ريال فقط، يعني يعتبر لقطة. كمان خذيت هنا لبن، علبة لبن من الصافي، وبرضو خذيت علبة حليب برضو من الصافي، سعرهم تقريبا كان خذيت مناديل دورات المياه عندي أنا كمان، خذيت قرب يخلصون يعني، فخذيت 4 مناديل على هذول كانوا البنات 3 ريالات عندي كمان 4 والله حلوة، دائما أجيب خلوني أوريكم حبة النوعية هذه، سعرها تقريبا دائما أجيب النوعية هذه اسمها هلا بالمرة حلوة، شوفوا من برا ممتازة، سميكة سميكة يا بنات، ما هي رقيقة لا حصونا فعلا منديل، شايفين بالمرة حلوة وسعرها زهيد وكويس. وكمان جبت هنا، شوفوا هنا حليب ابو قوس، جبت علبه واحده بس لانه حليب مو ابو قوس احنا صراحه ما نستهلكه زياده، بس كانت هذه الصيف فجبت علبه برضو واحدة جبت يعني لها غطا عشان تظل، جبت علبه كامله زي هذه برضو، خذيت علبه جبنه كيري اللي هي الدبل، اتوقع اني خذيتها اتوقع اني خذيتها ب 9، هذه ب 9 بس فيها كم حبه، فيها 12 ماني عارفه كم السعر بالضبط، لكن 12 مكعب جبنه. الحين هنا المكرونة يعني هذه اللي هي يونيكود اللي وريتكم اياها، شوفوا الشعرية كانوا عامي عليها كانوا عامي خمس عليها حبات، اربع حبات او اربع حبات بخمس ريالات، انا جبت اربع حبات او خمس حبات او اربع حبات او خمس حبات، ايش الحبة الاضافية اللي جبتها؟ اربع ريالات او خمس ريالات، شوفوا الشعرية بريال، تخيلين الشعرية بريال اتوقع خمس حبات، اي بريال شعرية بريال 75 هللة اتوقع، خذيت كيسين الشعرية دائما استخدمها مع الرز الابيض للطبخ، وبرضه خذيت مكرونة، وكمان خذيت ثلاث، خذيت كمان ثلاث حبات يوني فود، خذيت الشكل هذا انا شوف برضه خذيت هذا الشكل خلاص الشعرية انا مجربتها، وبرضه خذيت هذا بشكل قوقعة ممكن اكون جربتها بس اكون ناسي، وكمان خذيت هنا اندومي مرت طبعا بس 3 حبات، تخيل كمان خذيت طاب الاندومي 3 حبات، هذول غالبا انا لي انا لي بالليل اكون سهرانه تعبانه ما اخذ بالليل بكون خلاص منتهيه ساره نايمه من الشغل كذا من الترتيب من الدجاج ابغى شيء سريع امام الكوب واكله الكوب يا بنات بريالي اكواب لي الكوب الواحد برضو هنا خذيت شوفوا خذيت هنا فاين كمان خذيت مناديل تخيل عاملين عليه عرض يا بنات هذا ب 10 ريالات 6 حبات في من داخل 6 حبات طبعا انتم عارفين شركه فاين ممتازه 13 في من داخل 10 ريالات يعتبر لقطة. أجي الحين برضو خذيت بيض الحمد لله أسعار البيض نزلت يا رب لك الحمد والشكر نزل هذا الصندوق يا بنات 14 ريال نزل إلى آخر إلى حد ممتاز أشوف اللي بعده خذيته يا بنات ب 14 ريال تمام. نجي الحين هنا على اليسار هذا عصير كانت سارة جايبته وأنا أبغى أشربه كنت عطشانة ترى الفيديو أنا مسجلته بصوتي بس وقت جيت أبغى أسمع الصوت طلع الصوت مو واضح فكتمت الصوت وكتمت الصوت وسجلت وركبت بالمونتاج صوتي يعني على الفيديو طيب هنا خذيت كمان فطر الفطر اللي عندي للفرزنت وخلص متمنتج على تقريبا باقي كيس الحين جيت هنا كمان خذيت هذا الفطر هذا الفطر فطر هذا انا اول مره اجربه انا اخذه بتشوفونه معي باذن الله تعالى بس ما عجبني زياده تفريز بس حلو واحد يعني احد بيشتغل هذا يا بنات صناعه بس انه زياده عجبني لا حسيت انه عادي يعني مو شيء مميز ممكن اخذ بدائل ثانيه اذا لقيته كذا بس ممكن لو في بدائل ثانية بجربها ما بسحبه هو أول شيء كمان خذيت وحدة نقانق وحدة علشان بالشهر ناكلها وحدة بس ها لاحظوا وحدة ناكلها أقسمها على طبختين ألف فيها سندويشات أسويها يعني مرة وحدة ما تضر برضو كمان خذيت خبز أنتم تعرفون أني أفرزن الخبز
خذيت كمية مرة كبيرة. جربوا يا بنات فرزنة الخبز، لحد يقول لي مضر وما مضر، والله خوالي بسوريا ما شاء الله تبارك الرحمن، وجدتي من كنا نجيهم هم يفرزنون الخبز، وما شاء الله جدتي إلى الحين تبارك الرحمن الله يعطيها طولة العمر، عمرها 93 سنة ما شاء الله ما فيها ولا مرض ما شاء الله تبارك الرحمن. كمان خذيت هنا سمنة، سمنة رؤية زين، العلبة هذه كانت ب20، أنا ما أدري عن جودتها، لا أعلم عن جودتها شيء إلى الحين تمام، لكن ريحتها تفتح النفس، اسمها رؤية، قلت بجربها ليش لا بشوف. طبعا الشوكة والملعقة سعرها كمان 20 وهذه 20، يعني نفس السعر، فقلت بشوف زينة ولا مي زينة يعني. طيب كذا خلاص الحين أبغى أوريكم الخضرة اللي خذيتها، طبعا هذه كمان من النخبة شوفوا مكتوب عليها، الخيار كان ب4 ريالات، الكوسة كان تقريبا ب5 ريالات، والباذنجان كان تقريبا ب6 ريالات تقريبا يعني. الفواكه الخضرة نوعا ما سعرها غالي مرتفع نوعا ما، برغم انه صيف يفترض تكون يعني رخيصة. كمان خذيت بطاطا. الحين اجي كذا هنا من الجهة هذه، شوفوا الجبنة هذه لا تفوتكم، انا طبخت منها لا تفوتكم يا بنات، هذه جبنة وليست شبيهة جبنة، اسمها موندي تمام، جبنة يا بنات وليست شبيهة جبنة، خيالية خيالية خيالية، لا تفوتك لا تفوتك، تجي مبشورة كذا تخيلوا، هذه عبارة عن 1.5 كيلو، تدرون بكم؟ 39 ريال فقط فقط فقط، شايفين كبر الكيس، خيالية خيالية، تمط وتبقى تبقى للليل بعد ما تنشف تبقى سايحة، ما تصيرك زي العصبة تصير كذا ناشفة، لا لا لا. طبعا هذه جبنة وليست شبيهة جبنة، منشأ الصناعة وين شفتها أنا ما ناسي صراحة، بس ما أدري إيش منشأ الصناعة نسيت يعني، كان مكتوب عليها، بس يا بنات بطلة 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 لا تفوتك. وكمان خذيت فلفل رومي، الأسعار الخضرة صراحة مرتفعة نوعا ما، وبرضو خذيت هنا خذيت شامبو بانتين كان سعره تقريبا 17 ريال، وهذا برتكس بديل الكلوريكس، الكلوريكس ما أدري وين يبغى يوصل، كمان ارتفع سعره، جربوا البرتكس ب6 ريالات فقط، بس ب6 ريالات هذا سعر البرتكس. طبعا في منظفات بإذن الله تعالى بوريكم إياها لحالها، أنا طالبتها من موقع تمام. هنا خذينا تمر برضو كان الكرتون ب20، في منظفات أنا طالبتها من موقع، إذا حابين تشوفونها معي اكتبوا لي إياها بالتعليقات، وصلوا لي كرتون الباب البيت. بتكلمكم كمان على المنظفات، طبعا المنظفات هذه مي أساسية بس ثانوية، أنا أحتاجها بالتنظيف عندي بالبيت يعني، مي أساسية صراحة، بس زي ما قلت إذا حابين أتكلم عليها اكتبوا لي بالتعليقات وتامرون أمر بنزل فيديو كامل عنها. وهذا المقطع من الفيديو الجاي بإذن الواحد الأحد، انتظروني بكرة بمشيئة الله تعالى، فيديو بكرة مليان مليان أفكار، مليان أفكار توفيرية بإذن الله تعالى راح تفيدكم، وبإذن الله تعالى راح تستفيدون. تذكروا دائما أني أحبكم لله بالله، حب بدون غاية، حب بدون مصلحة، الله سبحانه وتعالى اللي مطلع على النوايا، ورب العباد اللي يشوف اللي بقلبي لكم، الله يسعدكم جميعا، والله يغنيكم، والله يرزقكم يا رب من حيث لا تعلمون ولا تحتسبون. أشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. إذا حبيتي قناة أم سارون لا تنسين تدعمينها بلايك، وكمان تشتركين عندها بالقناة. أشوفكم على خير بمشيئة الواحد الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.